خلال الأيام الماضية كان هناك حملة دعائية طلعت حرب يعود، وكانت موجودة في معظم الناس كلها شافتها، وتخيلنا أنه ده إعلان بيسبق تجهيلي، يعني في نوع من التشويق، تشويقي بيسبق حملة إعلانية لبنك مصر. لكن فوجئنا أنه هناك مكتوب رقم 26%. 26% كان نوع من دغدغة مشاعر المودعين والمستثمرين ان شركة النعيم السعودية فيه عائد 26%، لكن مصدر في بنك مصر قال انه والله في حاجة اسمها العائد المستهدف وحاجة اسمها العائد المضمون، ده عائد مستهدف وليس عائد مضمون، انا الموضوع تهت فيه. لذلك معانا الاستاذ شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اهلا بك يا شريف بيه. اهلا وسهلا. يعني اطلالة سريعة على هذه الأزمة اللي الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي بتتحدث فيها لكن دون علم ودون وعي، عايزين القول الفصل لحضرتك في فكرة شركة النعيم والعائد المستهدف والعائد المضمون وفكرة 26%. نرجع خطوة لورا نقول حاجة، ده إعلان عن صندوق استثمار عقاري. تمام. القانون سوق المال بيقول انه توزيع وثائق صندوق لما بتطرحه للاكتتاب عشان الناس تشتري فيه بيبقى عن طريق بنك احد البنوك، فبالتالي الصندوق ده له شخصية مستقلة، له ادارة مستقلة، انما زي ما بتطرح اسهم شركة بتطرح وثائق صندوق بيبقى عن طريق بنك، فالبنك لا علاقة له بنتائج اعمال الصندوق او ادائه ايا كان البنك. تحت مظلة البنك لكنه مستقل. لا مش تحت، ما هو موزع زي بالظبط لما بيبقى في اكتتاب عام على شركه بتروح تكتتب في الاسهم من خلال فروع بنك بتتفق مع الشركه. تمام. وبالتالي في هذه الحاله التزاما بالقانون صندوق الاستثمار العقاري ده اتفق مع بنك مصر انه الناس تروح تكتتب في الوثائق من خلاله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، الشركه مش سعوديه، شركه مساهمه مصريه مرخص لها من الهيئه، وطرحت اسهم اسف وثائق في صندوق استثمار عقاري. احنا عندنا كذا نوع من انواع السندوق. طب الاجراء اللي انتوا خدتوها في الرقابه الماليه، ما انا بس عايز اشرح حاجه، الاعلان بالتاكيد غير موفق لانه اللي ماشي بالسياره كده ما لقطش غير 26%، لا لقط اسم صندوق استثمار عقاري ولا التفاصيل كلها. فاحنا طبعا بمجرد ما شفنا الاعلان طلبنا من الشركه انها تزيله. ليه؟ لان انا عندي تنظيم لحتى كيفيه الاعلان عن اي منتج مالي، سواء وثيقه تامين، سواء هنا صندوق استثمار عقاري او غيره، لازم اللي بيشوف طيب الاعلان يعرف. استاذ سامي اسمح لي خليك معايا دقيقتين بس ونرجع لحضرتك تاني، فاصل قصير ثم نعود لنواصل هذه المعلومات من الاستاذ سامي في اداره الرقابه الماليه. فبشرفنا ان احنا نعود مره اخرى للاستاذ شريف سامي رئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه، اهلا بك يا استاذ شريف مره اخرى. اهلا وسهلا. فكنا بنقول انه ده صندوق استثمار عقاري، انه البنك مسؤوليته فقط في تلقي اموال الاكتتاب في وثائقه. تمام؟ تمام يا فندم. الاعلان غير موفق، ليه الاعلان غير موفق وطلبنا منهم اول ما شفناه ازالته؟ لانه ما اشارش انه صندوق استثمار عقاري. ما اشارش انه غرضه ايه، انه يستثمر في العقارات او يقول انه العقارات استثمار واعد او ما الى ذلك من العبارات. هو اقتطع من نشره يعني اخذت اربع صفحات كامله في الصحف سطر بيقول فيه انه يستهدف انه يعمل عائد تراكمي على مدى حياه الصندوق 26%. وده طبعا قابل للتحقق او عدم التحقق في ضوء يعني عائد مستهدف لكنه غير مضمون. بالظبط، يعني هو بيقول انا خطتي لو تحققت هعمل ده كمعدل عائد على مدى حياه الصندوق، يعني لما يخش ويشتري عقار ويبقى ياجره ولما يتخرج منه ويبيعه في 10 سنين يحققه. فما ينفعش اقتطع عباره على زي لا تقربوا الصلاه ولا ويل للمصلين واقول هي دي. صحيح. ده كان سبب اللي طلبنا انه فيه. انا عندي في القواعد المنظمه للصناديق بيسموها لائحة تنفيذية للقانون بقول انه يحظر على في الاعلانات الموجهة للجمهور فيما يخص الصناديق انه يبقى فيها توقعات مبالغ فيها او معلومات ذات تأثير مضلل. دي معلومات ذات تأثير مضلل بدليل ان كل حد شاف
اعلان كان تحت انطباع غير سليم. والقرار اللي الهيئه اخذته يا فندم ايه؟ احنا قلنا لهم يا جماعه الخير يجب ازاله هذا الاعلان فورا. وتم بالفعل ازالته. يعني ما ابلغنا به، وطبعا المشاهدين اللي هيبقوا بيعدوا على الطرق والكباري وهيشوفوه انه الاعلان تم، قالوا لنا انه تم ازالته. يعني هو سوء تقدير في اليات التسويق، دايما الخدمات الماليه الاعلان عنها غير لما بعلن عن صابونه جديده ولا عن منتج ما، لازم يعني اتوخى كده اشوف الرساله بتوصل للناس ازاي وبيفهموا ايه، بدليل الخلط اللي حصل عند الكثيرين. الاستاذ شريف سامي رئيس هيئه الرقابه الماليه، انا بشكر حضرتك على هذا التوضيح.